اوكي، شو اسمك الرباعي؟ يوسف محمود حامد المنسي. اوكي، كذا عمرك؟ 71 سنة. ابو ايش بالخير؟ ابو امير. اوكي، احكي لي شو كان دورك في الحكومة؟ كنت اول حاجة وزير اتصالات، وبعدين وزير اشغال وسكان، بعدين اخذوا الاتصالات وزير حكم محلي، صار وزيرة حكم محلي وزيرة اسكان يعني معي. تحت مين كنت؟ تحت مين؟ رئيس الوزراء كان اسماعيل هنية. كل المدة؟ نائب الرئيس كان عزام الأحمد. هذه حكومة مشتركة كانت. اوكي. امتى وصلت التحقيق؟ يوم 7. وصلت عندكم هنا يوم 7. 7 يعني كذا صار هون يعني؟ 7 8 9 3 أيام. 3 أيام. اوكي، شو رأيك أنت بالنسبة لهذه الحرب؟ في عندنا مثل بقول مجنون حادف رمى حجر في بير، 100 عاقل أو 1000 عاقل ما قدر يطلعه. هذا تعليقي بس. يعني هذا مجموعة مجنونة بيقودها السنوار، عملوا هذا التصرف، خربوا كل شيء، خربوا البلد، رجعوها 200 سنة، قتلوا الناس، ما خلوا فيش فرصة للعيش، معيشة صارت بسبب إيش؟ الناس مجنونة. هذا الكلام اللي عندي. مين المسؤول عن الضرر؟ حماس وقسام، تحديدا سنوار ومجموعته. هذا حسب رأيك يا الشعب بيحكي هيك؟ رأيي ورأي الشعب. يعني شو الناس بيحكوا؟ الناس بيقولوا سنوار ومجموعته دمرونا، لازم نخلص منه. ما خلصوش في الحرب، احنا بدنا شيهم بعد. هذا مؤكد. هذا اغلب الناس اللي انا شفتهم يعني في خلال الشهرين اللي كنت في غزه، ما شفت واحد كان مؤيد للسنوار ابدا، ولا واحد بيحب السنوار. اقول لك في ناس ليل نهار في الصلاه بيدعوا على السنوار انه الله يخلصنا منه. مش عارف انت مصدقني ولا لا. تحكي انت من صميم قلبك يعني؟ من صميم قلبي. هذا رايك يا راي الناس في الشارع؟ اللي سمعته من الشارع وهو نفس رايي. وشو الناس بيحكوا يعني في الشارع؟ الناس بيحكوا انه سنوار او القسام او حماس، في ناس بيقولوا حماس، في ناس بيقولوا القسام، وناس بيقولوا سنوار، بس في الاخر المقصود به الطاقم العسكري هذا بيحكوا انه هم مجانين ودمروا البلد، وكانوا سبب. يعني انا سمعتها مثلا من واحد اختيار في السوق، يعني كنت بشتري حاجات وقاعد بيحكي والكل بايده، بقول فأر هجم على اسد بكون عاقل ولا مجنون؟ بس شو انجازات حماس بهذه الحرب؟ الخراب، مقتل أكثر من 25,000 شخص من المواطنين، تدمير أكثر من 60% يمكن أكثر، بعرفش قديش، من المباني والبنى التحتية والشوارع والمرافق، تدمير مئات المساجد، المدارس، المستشفيات، ناس كثير حاجات تدمرت. البلد رجعت أكثر من 200 سنة لورا. هذه إنجازات حماس. إنجازات حماس إنه الناس تشتتت، مش عارفة حالها وين. شو الناس تحكي بالنسبة لسنوار نفسه؟ كله بيكرهوه، بيدعوا عليه، بيقول لك في الصلاة، في ناس كتير في الصلاة بيدعوا عليه إنه يموت، يخلصنا ربنا، يخلصنا منه، لأنه وجوده خرب الدنيا كلها، بتصرف لوحده، عنده جنون
بياخذ قرار بدون يشاور حد. وفي مجموعة زيه مجانين حواليه بنفسه. والبلد الخراب في يعني كل الشرق الأوسط الآن الوضع مش صحيح، متوتر. بسبب مين؟ مش بسبب هذا المجنون؟ وبرأي الشعب شو بده يكون الحل؟ غياب السنوار. حتى لو ضلوا عايش بتمشي السنوار ومجموعته، مش لحاب السنوار. لو ضلوا عايش ما حدش حيتعامل معه أبدا ويطلع مظاهرات ضده، هيك توقعي. ولو أنا كنت في غزة يمكن أطلع مع المظاهرات، بس أنا رجل كبير يعني مريض، إذا قدرت أطلع بمشي معهم في المظاهرات ضده. شو بتعرف بالنسبة لشخصيته لسنوار؟ عنده جنون عظمة، احنا بنقولها بتعرف بالعربي جنون عظمة. بحس حاله دائما هو فوق الكل، ما بيسمع من هنا بيسمع من هنا بيسمع من هنا. هذا اللي بسمع عنه انا، طبعا ما بقعدش معه، بس اللي بنسمع عنه والناس اللي بيقعدوا معاه بيطلعوا بيشكوا منه انه مخه تفكيره لحال. وعارفين انه وصل للسلطه او وصل لقياده حماس من خلال التزوير، واللي ساعدوه في التزوير اخوه في خان يونس وناس في الشمال كان فتحي حماد وجماعته.